انت لاقوت 22 قضية قتل وحرق وتفجير. ايه انا بحقق مع داعش؟ ما انت قال انت ياقوت. ايوه يا باشا انا ياقوت. انا ياقوت. ايه ياقوت انت من الصغير على اللي انت عملته ده يا ابني؟ ده مفيش ولا جريمة في المحافظة لما شاركت فيه. يا باشا انا ارهابي. انا مجرم. ايه يا ابني؟ تمام يا فندم. المحامي عايز يحضر التحقيق مع المتهم. المهم معترف بكل حاجة هو زي الفل. انت مش معترف يا ياقوت؟ معترف يا باشا. الله يبارك فيك يا حبيبي. معترف. ولا خليه يدخل يا عم عشان ياقوت ما يزعلش مننا. هات. امرك يا باشا. اتفضل يا استاذ. المحامي عصام راضي عثمان حاضر مع المتهم. حاضر مع مين يا استاذ؟ ما الواد معترف بكل حاجة اهو. ايوه يا باشا انا معترف. انا عملت 23 قضيه. انا ارهابي. حضرتك ده عنده 22 سنه. وبعدين حضرتك في قضايا منسوبه ليه اتعملت له بعد ما اتمسك بشهرين، يبقى ازاي هو اللي عملها سنه؟ يا بيبي اقول لك معترف، انت هتعرف اكتر منه. اي واحد مكانه لازم يعترف. وبعدين حضرتك يعني ده بقاله 120 يوم مختفي قسريا وما نعرفش عنه اي حاجه. واكيد الامن الوطني هم اللي خدوه وعملوا فيه كده عشان يجبروه على الاعتراف على القضايا اللي عند سيادتك. خد بالك من الكلام ده يا استاذ، الكلام ده ممكن يوديك ورا الشمس. انا ممكن احطك معاه في نفس القضيه. يا فندم اثار التعذيب واضحه قدام سيادتك، له حق يعترف. اي واحد مكانه هيعترف. وبعدين حضرتك ده بقاله 120 يوم مختفي قسريا وما نعرفش عنه اي حاجه ومش عارفين فين هو. الواد معترف بكل حاجه. الو انت يا قوت اعترض، قول لا ما حصلش، هتودي نفسك في داهيه. الله يخرب بيتك، ده القضايا بتاعتك اقل قضيه فيهم فيها اعدام. اعترف ايه بس؟ انت ما تعرفش انا حصل فيا ايه؟ انا قعدت 120 يوم مختفي قسريا، اتعامل فيا اللي تتخيله واللي ما تتخيلوش. وانا دلوقتي مهدد لو ما قلتش الكلام اللي هم عايزينه هيرجعوني امن الدوله تاني. وانا الاعدام عندي اهون من امن الدوله. بالله عليك انا عايزك تقول لهم بس يودوني السجن. ودوني السجن بس بالله عليك. الله انت لسه مش خلاص؟ خلصنا؟ فينيتو؟ عندك ابن اقوال تانية ولا ايه؟ لا يا باشا انا معترف. تعال يا ابني امنع الاقوال. حاجة تانية تحب تضيفها يا استاذ؟ لا ولا حاجة. اكتب عندك يا ابني، اغلق المحضر في ساعته وتاريخه بمعرفتنا شريف عبد العزيز التهامي وكيل نيابة شرق القاهرة. ما تشرب حاجة يا استاذ.